اهلا بيك يا ام جاسم، السلام اتفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عايزه اسال سؤال لو تقبل. اتفضلي سؤالك يا ام جاسم، اتفضلي. والله ليا اخ كده متجوز، يعني واحده قريبه بنت عمي، تمام. كان مسافر بقاله 26 سنه. كان مسافر بقاله 26 سنه. بس وعملوا بيت كده، بيت يعني، والزوجه كتبته باسمها عشان هو كان مسافر. تمام. فبعد جواز وابنهم يعني ليهم ولدين، فهي وقاعدة مع جوزها باعت البيت من غير ما تقوله. باعت البيت من غير ما تقول له. مش والزوج عرف بالصدفة يعني. طيب، فايه بقى حكم ال طب انا بشكرك جدا. هو يعني كتير بيحصل ان الراجل حتى بيسافر دول عربيه بيبعت يقول لها اشتري شقه، لو قال لها اشتري شقه باسمه هو، طبعا ده مخالف الشرع والقانون. لكن لو هو يعني لو قال لها اشتري باسمه هو، يعني هو كتير قوي بيبقى بيقول لها مثلا محولها 1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، اكتبي اشتري شقه في كومباوند كذا باسمه هو، ما هو مسافر وده جوزها، بيبعت لها الفلوس فالست تشتري ايه المشكله عادي، في مفيش كده؟ مشكله، ما تقدرش تبيعها لانها باسمه. انما لو الراجل بعت الفلوس وخلاها تشتري شقه باسمها هي، بقت خلاص تبعها هي، تبع الزبده الماليه تملكها على بتاعتها هي الاوراق. بالظبط، خلاص. هو انا زي اللي بيجيب لها حته ذهب ويقول لها ما هي نسبه وتناسب، خدي خاتم ب 10,000 جنيه، خاتم ب 100,000، بمليون. هي لو تصرفت فيما تملكه حتى لو كان هو اللي جايب ده دي بتبقى مشكله. حتى في الهدايا ممكن تروح تبيع الهديه او تديها لحد من اخواتها وتقول له هي مش بتاعتي، مش انت مديتني الخاتم ده، انت مديهولي، انا حره. الامرين مختلفين. بمعنى الهديه تملكها الرجل او المراه، يعني لو اديت لحد سلسله ذهب، خاتم، فلوس، تمام، اي حاجه لها قيمه هو تملكها، اصبح صاحب التصرف فيها، يبيعها، يخزنها، يهديها، اي حاجه هي ملكه. انما لو زوج ارسل لزوجته المال لشراء عقار، ثم قامت الزوجه دون علمه وهي عارفه ان هي شارياه ليه هو، لا باسم، لا هي، لا هو، لا لو قال لها شقتك، ايوه باسمها هي، لا في فرق ما بين باسمها علشان تسهيل الاجراءات، وفي مش تسهيل الاجراءات. انا عارف حاجات زي دي بالظبط. هو ما احنا بنفرق ما بين هو شاري حاجتين ثلاثه باسمه، وجي واحده كده بيسايسها هديه تعويضا عن اي حاجه، راح قالها دي بتاعتك، خلاص يبقى تملكتها وهي حره التصرف فيها. تمام. انما لو قال لها اشتريها بس علشان تكون تسهيلا للاجراءات يكون باسمها وهي شقته هو، لا يجوز لها التصرف فيها بغير اذنه وعلمه. واذا باعتها وانتفعت بمالها فهو مال حرام ويجب عليها اعاده المال الى زوجها.